also safe. جيت استراليا, نزلت في ملبورن في مارس 1967. فكرنا ناخد قاعة برا, دورنا على قاعة في تشيرشوود, خدنا أجرنا قاعة بدولار في الأسبوع. كانت كنيسة, عبارة عن كنيسة, يعني قاعة في الكنيسة, بس الجماعة ادونا لون القبض قاعة أي كراسي كنت فيها أي حاجة لأن أجروها في وقت الأسبوع باسكت بول. جاي أبونا مينا نعمت الله من سيدني, اتعمل زي ما تقول أسيس مدينة سيدني. فهو نازل من الباخرة في ميلبورن, رحنا قابلناه ورحبنا بيه وقلنا له لك أبونا تعمل لنا قداس في عشان من زمان ما تناولناش, كنا سنة أكثر. ففعلا جه الراجل وعملنا قداس فعلا, وكان أول قداس نشكر الله يوم 24 يناير سنة 69. أو حتى النفط الأنبا شنودة قالها فعلا أكثر من عزة إن أول قداس في أستراليا كان في مدينة ملبورن, لأن بعد كده هو لما راح سيدني عمل صلاة قداس كان في 26. فده كان يعني ده هو الأول قداس لنا, وكلنا تناولنا وأخذنا بركة. اتفقنا مع أبونا إن يجي يعمل لنا أي مناسبات, فتكل أول سبت يجي في الشهر. وفعلا كان يجي لنا بره كل شهر يوم السبت, وكانت تشاء ظروف إن كان أول زواج كان في ملبورن. هو الأستاذ موريس عوض كان يوم 6 جولاي 69. طبعا كان أول عماد كان لبنتي جودي سيف, كان يوم 24 يناير 69. أنا فايزة زوجة أبونا المتليح فيكتور أخنوخ, تقابلت مع أبونا سنة 66 في كنيسة العذراء بسموحة, وتم الزواج في كنيسة مريمين فليمينج 68. وسيدنا البابا كيرلس الله ينيح روحه اختار أبونا للكهنوت, وتمت الرسامة 31/12 سنة 70. ووصلنا ملبورن بنعمة المسيح كان 13/4 سنة 71, وكانت بركة كبيرة احنا ما نستحقهاش, لكن نشكر يسوع انه هو افرزنا وادانا الخدمة. اسمي أزوريس فوز سوريال, جيت استراليا سنة 3 مارس سنة 1967. بعد كده تعرفت بقى بألفونس, وتعرفت بعيد شفيق بعدها بسنتين ثلاثة كده. نجتمع كلنا ستات ورجالة ونيجي نقعد نرتل ونصلي وبتاع. خدنا في ريتشموند حتة في الكنيسة, في ظهر الكنيسة كده حتة فيها, كنا بننزل الكراسي كل يوم كل حد وننزلها ونقعد فيها ونقعد نرتل ونصلي. وألفونس كان بيلدنا, وبعدين جه وطلبنا أبونا مينا نعمة الله من سيدني, قلنا له تعالى. أنا فوز سليم جرجس, نخد دائم كنيسة العذراء والمعادي, كنت بخدم في المعادي وحدا المعادي وطرق البلد. جيت أستراليا سنة 72, كانت لسه عم لويس جه 72, أبونا فيكتور جه سنة 71 حسب معلوماتي. أبونا فيكتور جه في مارس ولويس جه في مارس, وأنا جيت برضه في مارس. قبل ما أجي كنت شاحن حوالي 100 كيلو كتب كلها للخدمة وللكنيسة. الكتب دي نفعتنا ان احنا كنا بنصور منها بقى الحاجات كتير جدا اللي طقس الكنيسة. حاجتنا كلها خدمة مجلس الاحة كلها كانت معايا, كل الخدمات وكل الكتب كانت معايا. فعملنا مدارس الاحد, كان بتخدم معانا اليس جريد بنت ست مشاهدي, خدمنا حوالي في مدارس احد, وانا وكنت انا ولويس عملنا الخدمة في مدارس احد. أبونا فيكتور لما جه البير عمل له دعوة هي
هجرة استراليا قال لك اروح اخد بركة سيدنا في مصر. فنزل مصر فسيدنا الأنبا كرولوس قال له يا يوسف انت جاي، قال له انا جاي اخد بركة قدسك عشان نسافر استراليا. قال له كويس، احنا عايزين قسيس في ملبورن علشان يخدم في ملبورن هناك، وابونا مينا اتكلم عنك كتير قوي. فقال له تجيب فايزة عشان توافق ان هي انت تستم كاهن. فجت فايزة وافقت كل حاجة. فالأنبا كرولوس قال له انت رايح فين؟ قال له فيكتوريا. قال له عاسمك على كنيسة فيكتوريا وعسميك ابونا بوطر، عسميك ابونا بوطر. فرسم اسم ابونا بوطر. ولما راح الدير طبعا قضى الاربعين بتوعه ونزل على ملبورن طبعا ولفوا على عشان يركنوا على الكنائس. كان استاذ الفونس كان عامل جمعيه قبطيه كان بيعملوا الحان فيها وتلاتين ويصلوا كل سبت فيها وحاجه زي كده. فجاء ابونا بيبطل ولفوا مع شعب الكنيسه فلقوا كنيسه العذراء فاشتروا كنيسه العذراء. ابونا بيبطل بقى كانوا على ما سمعت يعني كانوا بيصلحوا في كنيسه العذراء، كان بيلبس الافرول مع العمال وشيل معاهم التراب والطوب والحاجات دي. لما قدموا الكنيسه خلصت خالص. وبعد كده احنا رحنا بقى في دروي، كان في كنيسه بنأجرها بنصلي فيها كل سبت كل حد. وبعدين رحنا بقى نورث كوت، وبعدين رحنا كيو، قعدنا مده كبيره في كيو. ونورث كوت كان اول مره ابونا فيكتور يعمل فيت وحدد مبدا الفيت ده في الكنيسه بتاعتنا. لما كنا في كنيسه نورث كوت كان امين الصندوق عندنا المرحوم مويام شحاته جاء قال لي يا متفوزي مفيش فلوس مرتب ابويا. قلت له ده انت وري ما يهمكش ربنا عليك. فتحت الصناديق قال لي ما انا بفتحها ما بلاقيش فيها حاجه. قلت له افتح صناديق وشوف. ففتح صناديق الكنيسه فلقى فعلا كميه خمسينات محطوطه ومكمله مع بعضها قد مرتب ابونا مونا وابونا بيها فكتور وزياده شويه. فدي كانت بركه كبيره جدا في الكنيسه بصلوات ابونا فيكتور وصلوات ابائنا القديسين. ومن دي حاجات كتيره كانت بتحصل يعني مع ابونا فيكتور، وكتير كانوا بيتبرعوا وياخدوا بالفلوس. يجي تاني يوم يقول له يا فلان خد لامين الصندوق يدوني فلوس وياخد بقى الوصل ويدي الوصل للي دفع له الفلوس. يقول له ابونا دي فلوس عشانك، يقول له دي عشان الكنيسه. ابونا فيكتور كان حريص جدا وامين جدا على فلوس الكنيسه. بعد ما جينا ما كانش في عندنا هنا في ميلبورن لا قسيس ولا كنيسة ولا أي حاجة. وكنا بنتنشى على واحد حتى بيتكلم عربي. وفعلا عملنا توقيعات من حوالي 30-40 هنا كده تقريبا. وعملنا التوقيعات والحمد لله ربنا بارك في العدد يعني. ووافق يختم قداسة البابا كرولوس. وبعت لنا قسيس وكان هو أبونا فيكتور المتنيح أبونا فيكتور رفائيل. وكانت بركة عظيمة جدا. لأن بصراحة شعرنا إن هو هيقوم بالحمل بتاعنا. لما كنا إحنا موجودين في الأول كنا نروح ندور على نساعد الناس اللي جايين من الجداد ونوديهم ندور لهم على شغل ونجيب لهم السكن. جه أبونا فيكتور قام بصراحة كل هذه القاعة أخذناها لكنيسة مارمورس كانت في هاي ستريت. وقعدنا فيها الحمد لله مدة. خلالها كنا بنفكر نبني نفسنا كده نبدي كنيسة وندور على قاعة دورنا على نطلع على قاعة على أرض عشان نبنيها. فحصل إن إحنا ندور نروح للشمال يمين فلقينا المكان ده كان محطة بنزين اللي إحنا موجودين فيه ده اللي إحنا بنصلي فيه كان محطة بنزين. فأبونا فيكتور الله يرحمه والمجلس اللي معاه فضلوا ما هذا المكان يساوي واحد على أساس إنه ده على الترماي عشان اللي ما عندوش مواصلات يقدر يركب الترماي وينزل قدام الكنيسة بالظبط. وكانت فكرة حلوة جدا. ابتدينا دفعنا ديبوزيت وبشكر الله. بعد كده كان في لجنة بتاعت الكنيسة كانوا دي تيكن تيرن كل واحد يجي يوم ياخد أبونا للافتقاد يزور الشعب اللي كان موجود في الوقت ده. وكان مع أبونا ما عندهوش عربية لغاية ما أبونا جاب العربية وابتدى ينزل لوحده. كان أي حد جاي في المطار من مصر كان بيروح يستقبله مش مهم الديانة بتاعته إيه، حتى المسلمين برضو كان بيخدمهم.
كان في بعض الأحيان اللي بيجي من المطار ينزل من المطار على بيت أبونا في البيت، وبعد كده أبونا ياخدهم يدور لهم على شغل. وكانت الناس مبسوطة جدا جدا، خاصة اللي جايين وما عندهمش حد، فلما بيلاقوا أب كاهن مستنيهم في المطار كان ليها فرحة وطابع خاص عليهم إن أب كاهن مستنيهم. كان أبونا دكتور، رحنا أجرنا كنيسة في النورث كوت قبل ما نبني الكنيسة بتاعتنا دي. فالكنيسة بتاع النورث كوت كانت كويسة، كبيرة وكويسة وحلوة، بس كانت على طريق الترماي والبتاع ومعرفش ايه، وكان يعني فيها ما كانش فيها باركنج كتير وبتاع، ما حدش كان بيعرف فيها باركنج. فاضطرينا ابونا دكتور ما رضيش ياخدها عشان خاطر كده، فاخدنا حته الارض دي طبعا وبنيناها. وبعد كده اشترينا محطه بنزين اللي هي الكنيسه الحاليه دلوقتي، كانت محطه بنزين كبيره، والمحطه دي خدناها ب 150 الف دولار. وبعد كده فضلنا قاعدين مستنيين شويه لغايه لما لمينا قرشين كويسين تاني وابتدينا نبني. فكان ابونا دكتور يا عيني ما كانش ياخد مرتب بتاعه، قعد مده طويله ما ياخدش مرتب، طول ما باني الكنيسه كانت موجوده ما كانش فيه مرتب، ما بياخد، هو مش رافض ان ياخد اي حاجه من الكنيسه عشان خاطر المباني يعني طبعا. فاللي حصل بقى بالظبط، في هو كان سهران من اول الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 7 بالليل، 10 بالليل كان قاعد في الكنيسه يبني فيها. وكنا بنروح نساعد، اللي عايز يشيل تراب واللي عايز يفحت في الارض. لما عملنا كل حاجه وانتهت الكنيسه، ومن ضمن المشاكل اللي قابلتنا واحنا بناء الكنيسه ان كانت الناس كلها واقفه ضد البنى، على اساس ان احنا عددنا كتير وبنعمل تعطيل للمواصلات وزحمه ومش عارف ايه. وجابوا لنا صور لما راحوا كنا بنعمل الفت في الكنيسه اللي كانت في نورث كوت، فكانوا يصورنا صور كده ويجابوا لنا ان احنا بنعمل دوشه ومش عارف ايه. فعملنا معارضه ورحنا للارجستريشن كوميشنر، فحصل عمل جلسه، وكان الجلسه يا جماعتها كان حلو جدا. كان يوم نياحه لوقا البشير، فابونا فيكتور عمل قداس ورحنا كلنا الحمد لله انا وهو، وقعدنا نتكلم، وربنا ما عرفش ازاي ساعدنا على الكلام اللي وقفنا فيه يعني. ففي النهايه كسبنا القضيه وخدنا التصريح ان نبني كنيسه مرموس. دي من ضمن الصعوبات اللي قابلناها في الاول خالص. كنا حاطين فلوسنا في كومن ويلث، وبعدين سمعنا ان بنك اوف ميلبون بيدي فلوس عاليه، فانا بسفت كنت معاهم في المجلس اقترحت ان احنا نحطها انتس في البنك اوف ميلبون. اخذنا كل 18%، كسبنا جامد قوي قوي. وبعدين في مره كده كنت انا نازل مصر وقلت لابونا ننقل الفلوس تاني نوديها كومن ويلث عشان هناخد منهم لون يسهلوا لنا العمل. قال اوكي ده فكره حلوه جدا. بعدين حصل ايه؟ ربنا كبير يا استاذ، مفيش شهر بعد ما شلنا الفلوس ونقلناها بنك كومن ويلث، بنك اوف ميلبورن فلس. ضمن البركات اللي قابلتنا انا شخصيا لما كنت مع ابونا فيكتور في الوقت في اللجنه. نشكر يسوع ان تم شراء الارض دي، والتبرعات الناس كانت بتعطي بسخاء، بتعطي بسخاء. يعني أنا مش قادرة، المبلغ اللي كان موجود واحد من الكنيسة من شعب الكنيسة هو دفع كل المبلغ، وده كان الديبوزيت، وهو الأخ ألفونس يسوع يعوضه. وطبعا بقية الشعب اشتركت بسخاء، يعني ما أقدرش أقول قد إيه. فطبعا قبلتنا لازم ياخد أبونا بيرميت عشان المباني، قبلته متاعب كتير قوي قوي قوي، لكن في النهاية كانت يد الرب أقوى، لأن الشعب كان بيقول إن اللي هو حوالين الكنيسة لو الكنيسة اتبنت في المنطقة دي البيوت بتاعتها الفالويشن هتنزل والبيوت هترخص. طبعا الجيران ما كانش عاجبهم بنا الكنيسة، كانوا بيصوروا العربيات اللي واقفة، علشان طبعا وصلنا إن إحنا لازم الموضوع يروح الكورت، وراحوا الكورت فعلا ومعاهم
الصور اللي كانوا مصورينها، لكن نشكر يسوع يد الرب كانت أقوى، وإحنا كسبنا القضية والكنيسة اتبنت بنعمة المسيح. الأحباء كانوا كتير جدا، واحد اتبرع بكل الكاربت للهيكل وكل الكنيسة، وأخ تاني عمل السلبان اللي فوق القبة، والسور اشترك فيه بعض أحباء كثيرين جدا وتم بناؤه. فطبعا في ناس كانت بتتبرع بمبالغ كتير، وكان في فكرة ازاي احنا بدل ما ناخد سلفة من البنك وندفع مبلغ كبير جدا انترس. فأبونا عرض على بعض الأحباء واللجنة ان احنا ناخد سلفة من الشعب، بدل الشعب عنده فلوس وحطت الفلوس في البنك بالانترس، فإحنا الكنيسة هناخد منهم سلفة ونديهم وصل، بس مش هنديهم انترس. فطبعا الشعب من محبته في المسيح الأول وفي الخدمة قالوا لابونا ما عندناش مانع. ففي ناس اتبرعت بألوفات الألوفات، وسمعت أنا يعني أبونا بنعمة المسيح سافر السماء حوالي 7 سنين وأكتر، لكن لسه سمع من بعض الأحباء إن الناس اللي اتبرعت بالفلوس بتاعتها دي للكنيسة لسه واخدة فلوسها من 2 سنين، حتى يعني تم أخذ فلوسهم بعد وفاة أبونا، لكن كانوا بيعملوها بفرح وسرور. هنا بقى يا سيدي في المصنع ده اللي جنبنا اتحط للبيع، فطبعا أبونا فيكتور قال لك يعني إيه، أنا مش عايزين حد يجي جنبنا هنا عشان خاطر إيه، هيشتروها يبنوا عليها حاجات ويعكسوا الكنيسة، هتبقى ضيقة الكنيسة، واحنا عايزين نوسع الكنيسة نشتري المصنع ده. كان معروض ب 400,000 دولار، فاشتريناه ودفعنا 400,000 دولار. أما جينا بقى نشتري الكنيسة في بريستون جيلبرتون، أما وافقوا على الحكاية دي عايزين الدوبيزيت، فعم الأستاذ ألفونس دفع 5,000 دولار دوبيزيت في الكنيسة، وبعد كده حصلت مشاكل الكنيسة ومحكمة ومش محكمة، لكن برضو الأنبا كرولوس ومارمينا والأباء وصلوات القديسين كلهم ساعدوا أبونا فيكتور، والمحكمة حكمت إن إحنا ناخد الأرض. اللي عمل القوة اللي فوق دي المرحوم غطاس رزق الله، والعجوب هم اللي عملوا الأوبر بتاع الكنيسة. بالنسبة للكنيسة طبعا مبنى جديد، وكانت الكراسي اللي جدتك اللي فيها كانت نفس الدكك القديمة اللي جبناها من نورث كور، كانت دكك طبعا مخلعة ومكسرة وكنا بنحاول نعمل فيها. فأبونا فيكتور فكر إنه يعمل دكك وحامل الأيقونات في مصر، فعلا ابتدى المشروع ده واتفق معاهم في مصر وكل حاجة. فجأة بيهزر مع الكل قال لهم يا جماعة احنا كل أسرة بقى تتبرع، حتى لو اشتريتي يدفع تمن دك. ففعلا كل قلت يا فلان عايز منك 2,000 دولار، وانت 3,000 دولار، وانت 5,000 دولار، وانت 100 دولار. ففعلا الناس كانت بتستجيب وتدفع لأبونا. فحكاية الناس بتضحك مع بعضها وتقول لك انت شاري الدكك، فعلا الناس كتير دفعت تمن دك اللي قاعدة عليها. فده سامي رزق الله، وطبعا راجل يعني هو كل رسومات الكنيسة هو اللي قام بيها، من الايقونات والرسومات دي كلها سامي رزق الله هو اللي عملها، وحتى الزخارف اللي بره السيراميك اللي بره الكنيسة على سور الكنيسة برضه الأستاذ سامي رزق الله هو اللي عملها. بالنسبة للخدمة في كنيسة ماري مرقس، طبعا كلكم عارفين انها متنوعة وكتير جدا. القداسات كانت طبعا في فترة الصيام الكبير كانت يوميا، وكانت في القداسات بتاعت يوم الاربع ويوم الجمعة كل اسبوع. كان في خدمات مدارس احد وخدمات الشباب واجتماع السيدات والفيد زي ما انتم عارفين، وكان في المكتبة، خدمة المكتبة، كانت في خدمات رعوية اللي هي الشعب الافتقاد، وده مهم جدا افتقاد الشعب، ان انا اعرف مين جه الكنيسة ومين ما جاش الكنيسة. كانت لقمة البركة لما بتتوزع ابونا بيوزعها وبيعرف مين جه ومين ما جاش، ودي كانت خدمة برضو جميلة جدا على اساس ان احنا لازم نشوف أولادنا اللي ما بيجوش أو بقالهم فترة كبيرة ما جوش الكنيسة.
أبونا فيكتور كان دايما في الكنيسة من صباحة ربنا، بيعمل قداس وقعد في الكنيسة على طول. أبونا فيكتور كان يلف في حوش الكنيسة ويلم ألعاب السجاير، كان بيلم ألعاب السجاير وينظف، وعلم الناس إنها تنظف الكنيسة قبل ما يمشوا حاجة زي كده. أبونا فيكتور في الفترة دي أنا كنت ما كانش عندي برينتر في البيت، فكان كل حاجات مدرسة أحد بطبعها في الكنيسة، في عندنا كان عندنا الفوتوكوبي فوق، فكنت أنا بخش واقف في الكنيسة من برا، فكان أبونا فيكتور ينزل من تحت يفتح ويخش يقول لي يا خواف، أقول أنا هنا أبونا، يقول لي أنت خايف ورافع على نفسك، أقول يا أبونا أنت حاجة وأنا حاجة تانية، فكان يجي فكنت أخلص حاجة أنا كمان وأمشي. وكنت دايما كل حاجة أعملها قبل الكنيسة كنت دايما أعمل تتميم على أطلع، كانت صحتي كويسة كنت آخر واحد يمشي من الكنيسة أنا، وكنت أنا اللي بقفل الكنيسة. مرة إجا بالليل هو كان في زيارات أو كان ساعات يروح للكشية ويرجع، هو راجع يعدى على الكنيسة ويتم على كل حاجته يقول تعالى يا سيفاوز. نعم، قال لي كده تقول لي تكت من هورم، قلت له ابونا بالشرف انا فهمتها من جهاز حد قبل ما اخش ده ينورها، قال لي هتبقى تاخد، قلت له حاضر يا سيفاوز. فكان دايما ابونا فيكتور كان يوميا عندي، ويوميا كان ما يقلش عن 7-8 مرات يتصل بيا في حاجات شؤون الكنيسه وبره الكنيسه وحاجات زي كده. كان دايما ابونا فيكتور معانا باستمرار ونفسه معانا باستمرار. لما جينا في الكنيسه الجديده جبت الحاجات الكتب والحاجات اللي عندي كلها وحطيتها فين؟ في ما كانش ليا مطرح في المكتبه، ما كانش عندنا ولا اوضه ولا اي حاجه، فعملت ترابيزه كده وترابيزه كده فوق في الهول قدام الباب على طول، اول ما تخش كده تلاقي الحاجات دي بتاعت المكتبه، وبقيت حاطط فيها الكتب وبتاع ما اعرفش ايه واشتغلت. افتكر من المذكرات القديمه بس يعني حاجه خاصه، ان في واحد مننا دخل في 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 السجن في الحبس لسبب عائلي ولازم يخرج بكفالة، واتصل بأبونا فيكتور بالليل في البيت، وكيه أبونا فيكتور بالليل الساعة كذا واداله الفلوس ودفع عنه الكفالة في وما نامش في الحبس. دي من ضمن الحاجات اللي عملها أبونا فيكتور، أنا فاكرها وأعرفها شخصيا. حاجة غريبة جدا إن أبونا فيكتور كان بيقعد في الكنيسة طول النهار كأنه موظف الكنيسة، يساعد يفتح سواء في قداس أو ما فيش قداس، وعلى فكرة كان بيعمل قداس كل يوم، كل يوم كان بيعمل قداس، وكان يجيب أبونا كان بيجيب عم شاكر يفوت عليه ويجيب. زمان كان بيفوت على بعض شمامسة، دلوقتي بعض منهم أسس، بعض منهم أسس دلوقتي يفوت عليهم في البيت ياخدهم يشتركوا مع شماس. حاجة تانية كان بيشجع كل الناس ويديهم سبورت، يعني أي واحد محتاج أي مساعدة معنوية كان على هو كان بيعملها أبونا فيكتور. حقيقة إحنا وجدنا بركة كبيرة جدا، وهو تقريبا اللي خلى النشاط الموجود في الكنيسة موجود واللي هو قائم لغاية دلوقتي، ودي الثمرة أو النتيجة اللي حصلت من مجهودات أبونا فيكتور. نشكر الله، ربنا ينيح. دلوقتي لو انتوا لو سمحتوا احنا عايزين منكم بقى حاجه واحده بس، ان الشعب كله يبقى ايد واحده. دلوقتي مر علينا 25 سنه بنينا الكنيسه دلوقتي، فيعني نشكر اولا ابونا فيكتور المتنيح ابونا فيكتور عشان ان هو اللي اسس الكنيسه وعمل كل حاجه للكنيسه، وده يعني كان مش عايز اقول لك بالدم وكان في الكنيسه. بعد مرور 25 سنة على كنيسة ماري موروس، أحب أهني الآباء الكهنة والشعب والخدام والخادمات والشمامسة على محبتهم للكنيسة، بهنيهم من كل قلبي. أحبائي شعب ماري موروس، أهنيكم من كل قلبي على مرور 25 سنة، وأطلب إليكم من كل قلبي على المحبة، إن إحنا نحب بعض ونتكاتل في الخدمة،
نعضد النفوس الضعيفة اللي نلاقيه واقع نقومه ونقول لا تشمتي في عدوتي لأني إن سقطت أقوم. الرب هيحاسبنا عن النفوس اللي إحنا بنعثرها. الرب هيحاسبنا على عدم محبتنا البعض، لأن الرب قال لنا، قال للتلاميذ، إن أحببت بعضكم بعض فيعرف الجميع أنكم تلاميذي. حاجة تانية نعرفها، إحنا شخصياً أي مشكلة تقابلنا لازم نحط المسيح قدامنا، نحطه بيننا وبين المشكلة، المشكلة يتحل. كان أبونا فيكتور ده النظام اللي اتعلمته من أبونا فيكتور، أي مشكلة على المذبح يجري يحطها على المذبح ويصلي. دي حاجات جميلة جداً، ونشكر الله على هذه النعم، وكل سنة وانتم طيبين. عقبال 100 سنة عقبال ما الكنيسة مرمرة وصلت إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. طبعاً كنيسة مرمرة معروفة، الكنيسة الوحيدة اللي هي كلها تعتبر شعب واحد، الكنائس كلها بتحسن مرموروس. أي حد يجي كنيسة ثانية يقول في الحقيقة أنتوا شعب كلكم مرتبطين مع بعض، وبحس أنكم أسرة واحدة، ونتمنى ده يكون فعلا أن احنا نكون أسرة واحدة وتمتد الحكاية دي على طول، ويكون محبة منا كلنا كويسة. أبانا الكهنة وأبانا الشمسة أتمنى أن يعني يكون كلنا في محبة دي باستمرار على طول، وكمان كما كان شهرتنا كما مرقص أسرة واحدة وشعب واحد وكنيسة واحدة، ونتمنى لكل الخير، ونتمنى لكنيسة مرقص بعدها 25 بعد تدشين الكنيسة 25 سنة تمد إلى 50 و100 و150، وربنا يبارك في أبانا الكهنة وأخواتنا الشامسة كلهم المحبين للمسيح الكويسين كلهم، وشعب الكنيسة كله كأسرة واحدة.